مانويل جوزيه بان مشعل ربما يطرد من ملعب المباراة بسبب حصول على كرت اصفر. كرة ملعوبة امامية وخطيرة وتنحط بالجول، والجول ثاني للفيصلي. نعم، ميغين ميميليا اللاعب الذي يسجل الهدف الثاني بعد ان سجل الاول. ميغين ميميلي والفيصلي يعود ويسجل ويقلص الفارق، يقلص الفارق الفيصلي. خطير، لاحظ الكرة المبعدة بشكل ضعيف من مبروك، ثم تعود للهداف ميغين ميميلي. يسجل الهداف، يسجل الألباني لمصلحة الفيصلي هدف ثاني، هدف ثاني.